استاذ سمير غانم مثلا سالوه على رايه في ايامنا الحلوه، يعني هيقول لك فكره هايله، وانا وانس ان انا اعرف ان محمد عثمان عامل سيربريز وعامل حفله، انا باجي بشوفه بيعمل كده ما بفهمش هو بيعمل ايه، بس انا باجي بتبسط. انا ببقى في منتهى السعاده وانا اشاهد ايامنا الحلوه، لانها فرقه في منتهى البساطه والسلاسه، واتمنى لكم التوفيق. اهي فرقه. عيال كويسه والبنات بعافيه، بس كويسين، ببقى بحب اتفرج عليهم، عيال طيبة وأصوات حلوة، بس يركزوا. فينش المين؟ فرقة فيري ويل فيري دبل، فرقة في منتهى الروعة، أنا كفاية عليا وأتفرج عليهم كده، وفي واد هناك بيصور جاتونيلا بشكل. سلام يا جميل، هتقولي فرقة في منتهى الروعة، أنا بقعد بستمتع بعثمان وهو بيشاور. سيب تصميم بقى اتفرج على ايه بتحبها. طبعا طبعا يا سلمى، انا لازم اجي اتفرج على ايه بتحبها. اسمك في تفتكر ايه؟ فول بي ده عم عبد الله مش ايه تعيد نجلو عادي للأغاني في الكتاب لو عادي سمعت أكتر من 20 أغنية اللي أفهم بيها. عم حسن حسني بقى سعيد خالص، الفرقة زي أيامنا الحلوة، بس يركزوا يركزوا. في برضه في عم يوسف داوود مثلا بيقول رأيه في ريما عز الدين مثلا. ريما عز الدين اتس فيري بيوتيفول، أنا من أقل وأحسن الأصوات اللي أسمعها في حفلة. يا ريما عز الدين يا سلام لما بتقول تحت الشباك الدلع يا ولد. الاستاذ محمد صبحي هيقول رايه في الفيلم، بيقول انا سعيد يعني في الاول. يشاور ما شاورش بقى بحب عصام. طب يا زعيم، الزعيم